بس كلهم ما بيحددوش الصداع صح. بمعنى الصداع بتاع الجيوب الانفيه حوالين حاجه على مكان ما النضاره على عينك بتنام، يبقى ده اهي وده اهي، شايف حاجه دي ودي ودي، ده مكان الصداع. ده مكان الصداع. الصداع بقى اللي بيجي ورا وبيجي هنا ويخبط ويعمل، دي حاجات تانية، دي انواع تانية من الصداع. لكن بتاع الجيوب الانفيه او هو الصداع الجيوب الانفيه بينقي الحته دي بالذات اللي هي فتحات الجيوب الانفيه، خصوصا لو احنا بنكشف ندوس عليه هنا وهنا، الحته دي بتبقى تندر، بتبدا توجع، دي اللي هي بتبقى تعمل الم لو حضرتك ضغطت عليه تعمل الم. وطبعا بيبقى دليلنا في الموضوع ده هو البلغم المستمر الملون. في واحد يقول انا بحس ان الهواء بيخش كده بيطلع لفوق، ده برضه جيوب انفيه يعني، بحس بالهواء هنا كده لما بيطلع من الانف. لا ده بيبقى يبقى مفتوحه سالكه، يبقى دخله في الجيوب الانفيه، الهواء دخله في الجيوب الانفيه سالكه، ده لو هو فعلا قصده كده. تمام. طيب دي الاعراض الصداع، العرض الاولاني الصداع، ايه تاني من الاعراض برضو للجيوب الانفيه؟ الافراز، افرازات. ينزل على فكره في نوعين افراز، في اللي هو زي الميه، ينزل من ده بيبقى في الحساسيه، تبقى دي المصحوبه الحالات الحساسيه. في افراز تاني بينزل ملون، في الرصاصي وفي الاخضر وفي الاصفر، في الوان كتير. تبع ليه؟ تبع لنوع الميكروب. ده على حسب الميكروب اللي دخل في الاوضه، يعني لون الافراز باين لنوع الميكروب. ده تاني عرض وبيشتكي منه، طبعا مش مرتاح منه قوي لانه بينزل بعد كده كلاكيع جامده. الحاجه اللي هي كمان في بيشتكي منها، ساعات الافراز بيبقى ليه ريحه. دي بتخوفنا. فنجس، فطر. التهاب الفطر في الانف مش حميد، مش حلو. في نوع كويس، في نوع هادي وسهل تاخد بالك، وفي نوع تاني بياكل جوه الجيوب الانفيه، في نوع عنيف بياكل ايه في الجيوب الانفيه؟ ياكل العظم، العظم، تاخد بالك، فبيبهدل الدنيا جوه. وده بيمشي على طول، لما بيعملها بيبان ابيض قوي عامل زي تلاقي في وسط الجيوب الانفي في ده معنى ان في فطر، ده فطر بياكل الجيوب في اللحظه دي، لازم تفتح وتنظفه.